لأجل الحرف عشقنا الكتابة، كلمة بعد كلمة، من القلب إلى القلب. كتبنا الباء مفتوحة مثل صحراء، وحين كانت الياء تنادي بصوت ناي تعطف الواو وتجمع الربع والخلان. وها نحن عدنا نكتب ونعشق الكتابة، وعادت الضاد لا تسكت عن الكلام المباح. عدنا نكتب الفكرة أبياتا وحدائق من ورد، وها هي الكاف تبدأ كل حكاية. كان يا مكان زمن خط وعاد يخط سطور حضارتنا. بقلم عربي، مجموعة سامسونج جالاكسي نوت، الآن مع ميزة التعرف على خط اليد باللغة العربية.